مواقف غريبة ومضحكة حدثت في عالم كرة القدم، اضحك حتى الدموع. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. أحداث كثيرة تمر في عالم كرة القدم، وفي كل مباراة يحدث الجديد في هذه الرياضة، لكننا في هذا الفيديو سنشاهد مواقف غريبة ومضحكة حدثت في عالم كرة القدم. لنبدأ. قام هذا المدافع بإرجاع الكرة لحارس المرمى، والذي لم يعرف التعامل معها فضربها بهذا الشكل لتدخل في شباكه هدفا كما ترون. هذا اللاعب كان خبيثا للغاية، فشاهد كيف أمسك يد خصمه وقام بضرب نفسه حتى يتحصل على خطأ. حاول المدرب إمساك الكرة التي كانت قادمة إليه فضربت في الأرض بعدها على وجهه مباشرة. كان لاعب المنتخب البلجيكي يحتفل بإمساك الكرة وضربها لترتطم بالقائم ثم بوجهه بهذا الشكل كما ترون. شاهدوا لوي فان خال كيف يحتج ثم سقط أرضا، وكأنه يقول أن اللاعب سقط بهذا الشكل ويمثل. هذا اللاعب قام بتعريض الكرة زاحفة أرضية لتترك الجميع، وتأتي لهذا المدافع سيء الحظ ليضع الكرة في شباكه. ضرب هذا اللاعب رأسية رائعة فأتت إلى هذا المدافع، والذي أخرج الكرة فضربها في وجه زميله ودخلت إلى الشباك. هنا بعد سقوط فرانك ريبيري شاهدوا بيب غوارديولا كيف قدم إليه بسرعة ليعطيه بعض التمرينات أو أن يقوم بعمل المساجلة. بينما يستند نيمار ليربط حذاءه فوق هذه الكرة، شاهدوا سواريز كيف ضربها ليستفز نيمار كما ترون. بعد أن سجل هذا اللاعب هدفا رائعا من على يمين الحارس، شاهدوا رقصة هذا المدرب المضحكة جدا. بينما يتكلم هذا اللاعب مع المراسل ويقول له أخبرني بما حصلنا عليه، فقال له لقد حصلتم على مكان في البطولة. فرد عليه اللاعب وقال له هذا لا يهم، فأتى زميله من الخلف وقال له لقد سمعوك، انظروا كيف تغير كلامه. خرجت الكرة كما تشاهدون، ولم يجد جوهارد من يعطيه كرة من جميع الكرات فضرب صور الإعلانات. تقدم هذا اللاعب فشاهدوا كيف قام المدافعين بعرقلة بعضهما البعض والسقوط أرضا ليقوم اللاعب بضرب الكرة لوب، والغريب أنها كانت خارجة لكنها ارتطمت بالعارضة ثم بالمدافع ودخلت إلى الشباك. هنا لغت باريس سان جيرمان انطلق ودفع لاعب الخصم وأسقطه أرضا، وهنا نيمار يضحك على هذا الموقف. بعد أن قام اللاعب بمراوغة حارس المرمى تقدم، فشاهد اللاعب كيف قام بتصدي الكرة بيده، فرآه الحكم وأعطاه الكرت الأحمر، وبالفعل أنقذ فريقه من هدف لكنه تسبب بركلة جزاء. يمكنكم أن تركزوا على لويس سواريز هنا بعد أن فقد الكرة كيف قام بعض كتف لاعب تشيلسي، لكن الأخير قام بالهروب قبل أن تغرز أسنان سواريز. في مباراة منتخب أوروغواي ومنتخب إيطاليا، كليني يتدافع مع لويس سواريز، فشاهدوا كيف قام الأخير بعضه من كتفه بهذا الشكل. بويول هنا بدلا من إيقاع اللاعب أو إيقافه، قام بإيقاع حكم المباراة بهذا الشكل. هنا رونالدو تقدم بهذا الشكل فأوقعه لاعب برشلونة، ولكن الحكم يمكنكم أن تشاهدوا كيف أعطاه الكارت الأصفر لأنه كان يمثل ليتحصل على ضربة جزاء. يمكنكم أن تشاهدوا تعبير وجه نيمار المضحكة وماذا يفعل للكاميرا. نيمار وبشكل رائع أثناء التدريبات رفع الكرة وضربها بالكعب ليسقطها في مكانها ويقوم بالإشارة للمصور. كان يحاول فريق أرسنال عمل حيلة بتمرير ركلة الجزاء، لكن اللاعب لم يفهم ماذا يفعل فلمس الكرة، فقام لاعب الفريق الآخر بخطفها وفسد كل الأمر.
وهنا تيري هنري يتحدث معه، وبعد ذلك أخذ يتحدث مع المراسل ويضحك على هذا الموقف. أجوارو هنا نفذ ركلة الجزاء بطريقة جعلت الحارس يقوم بإمساكها وبكل سهولة أيضا ليضيع هدف التعادل على فريق مانشستر سيتي. تيري هنري قام بحجز هذا